مشاهدينا الأخبار المنوعة من كل أنحاء العالم بمشكل ملون. أقامت ولاية أكسراي وسط تركيا مسابقة ألترا ماراثون بحيرة الملح، وذلك بمشاركة المئات من الرياضيين الأتراك والأجانب. بحيرة الملح تقع على تقاطع حدود ولايات أنقرة، قونية وأكسراي، وتستخرج منها كميات كبيرة من الملح، وتجذب البحيرة السياح المحليين والأجانب للاستمتاع بالمشي فوق أرضيتها المغطاة بالملح. وهناك فوائد صحية متعددة لملح وطمي البحيرة ومياهها لاحتوائها على أنواع مختلفة ومتعددة من المعادن. فكرة حلوة ومفيدة أيهم، صحيح؟ صحيح، بدنا نجربها. قدمت فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية عرضاً لفنون الدبكة في العاصمة الأردنية عمان بهدف إبراز الموسيقى التقليدية والفلكلور الفلسطيني. جاء العرض في إطار جولة للفرقة في منطقة الشرق الأوسط بمناسبة الذكرى 70 للنكبة ونزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين من بيوتهم وبلدهم. وموضوع آخر، هل شاهدتم من قبل قلادات أو مسابح أو سبحات كما تسمى مصنوعة من الحمص أو الأقضامة بشارع الفن بمدينة جورم وسط تركيا؟ يعرض مصطفى دمير بنجي حلي مصنوعة من القضامة الملفتة للأنظار مثل السبحات والقلادات. فعلا يعني دمير بنجي قرر تقديم شيء مميز لزبائنه، لهذا لجأ إلى استخدام حبات القضامة اللي هي مثل ما بنعرف الحمص المحمص التي تشتهر بها ولاية جورم. وأشار في تصريح لوكالة الأناضول أن المرة في شارع الفن يندهشون لدى رؤيتهم الإكسسوارات المصنوعة من القضامة المعروضة على واجهة محله مثل السبحات والقلادات والأساور. إذا جعل بالك تنقرش أيهم كانت معك مسحة بطرطه. هي بتفيد يعني إلى كذا فائدة، يعني الواحد لما بيجوع يأكل أي شيء. أيهم بيعملها. يصور معرض فن الحياة اليومية في القاهرة التي يقطنها 18 مليون نسمة مثيراً لمشاعر الحنين إلى الماضي القريب لدى سكان العاصمة المصرية. وعلى مر الزمان ترسخت الكثير من الخصائص وسمات في ثقافة مصر وأصبحت حكرا عليها. تقريبا انتقلت هذه الخصائص والسمات إلى جدران ورفوف معرض كايرو بولتان الفني في وسط القاهرة. يتم عرض قطع فنية في المعرض تشرح وتوضح المعنى الأعمق والرمزية خلف هذه الأشياء، لنشاهد معا. في الطريقة، يعني مش لازم نعمل منتجات، ايه مهم ان احنا نعمل يعني نرقى بالايقونات اللي هي المنسية، يمكن ان هي تبقى المميزة للقاهرة انها تبقى موجودة، يعني زي مثلا في لندن ولا باريس ولا اي عاصمة مدينة كبيرة، مدينة كوزموبوليتانية يعني زي القاهرة، بيبقى ليها ما يميزها، زي كابينة التليفون بتاعت انجلترا او الاوتوبيس الاحمر ابو دورين.
انتظار موضوعنا الاجتماعي في أهلنا، لكن فاصل ورجعين.